السلام عليكم. في قلعة متحركة قطار مصفح محصن عبر رجل كوريا الشمالية القوي إلى بلاد الشمال البارد صوب دب روسيا مطلقا صواريخا باليستية بدت وكأنها ابتهاج بالزيارة. كيم ضيفا على بوتين آتيا من بلاده المنغلقة على نفسها التي لا يجرؤ أي أحد أي من كان أن يعبر خطها الفاصل إلا إذا سمح لها. لقاء رجلين يكتم الأنفاس في غرب وشرق على السواء، لقاء تترصده الأعين، ترقبه، ترمقه في احتياط وحذر، ولسان حالهما يقول ضع يدك في يدي نكاية في الغرب. الرد لم يتأخر كثيراً، جاء بمصافحة حميمية لأربعين ثانية، مصافحة تحمل رسائل شتى للقريب والبعيد بأن عقوباتكم لن تردعنا، لن تخيفنا، فعدو عدوي صديقي، بل وأقرب الأقربين إلي في وقت المحن، حتى ولو كانت كوريا الشمالية بكل خروجها عن المألوف. زيارة وتعاون يتسع معهما الصدع في عالمنا، تزداد الهوة اتساعاً بين كل الأطراف بلا استثناءات بعدما بات الكبر صاحب الهيمنة والسطوة على عقول الكافة. أإلى هنا تكتب النهاية؟ أم أن حكمة قد تخرج يوما ما من سردابها غير المعلوم مكانا ولا زمانا كمهدي منتظر يعود معه عالمنا إلى صوابه؟ سلام الله وإياكم.